السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الأول من المحاضرة العاشرة من مادة الاقتصاد الهندسي. حكينا أنه في أحد الزملاء سأل مجموعة من الأسئلة، بدنا نمر عليها، نشرح كيف تمت إجابتها بالمانيوال سوليوشن، بعدها إن شاء الله نتابع مواضيعنا كالمعتاد. الآن يفترض يكون ظاهر عندكم صفحة من الكتاب، صفحة 66، الموجود فيها سؤال 2.22. سؤال 2.22 إيش بيحكي؟ Find the numerical value of the following factors using interpolation, the formula, and see a spreadsheet function. إحنا ما غطينا spreadsheet functions، لذلك يعني هذه الجزئية أنت غير مطالب فيها في هذا الكورس، ما راح نحلها. هي باختصار عبارة عن مجموعة من الفانكشنز موجودة بالإكسل شيت. لما تكون أنت حاطط معلوماتك كاملة جوا إكسل شيت، تكتب فانكشن بيعطيك الفاكتور المطلوب، أو بيعطيك يعني الكالكوليشنز المطلوبة. طبعا جميع المواضيع الموجودة هون هي بيلت إن بالإكسل شيت اللي موجودة بهذا الكورس، لكن احنا يعني اعتدنا انه ما نغطي هاي الجزئية، لانه بالعادة المادة تعطى بالقاعة الصفية وما في وجود لأجهزة كمبيوتر اللي الكل يقدر يطبق على الإكسل شيت. اذا صف السؤال المطلوب منا من 2.22، في عندي 2 factors بدي اعرف قيمتهم. لاحظوا هذا على اي موضوع؟ على الموضوع اللي بيكون فيه ان أو I غير موجودة بالتابيوليتد فاليو بالفاكتورز الموجودة بالتابلز. So بهيك حالة إيش بلزمني أعمل؟ الخيارات أصلاً اللي متاحة هي إما بنستخدم الفورميولا لإيجاد الجواب، أو بنستخدم الانتربوليشن. السؤال هذا طالب في البداية الانتربوليشن، كيف نعمل انتربوليشن لإيجاد قيمة الفاكتور F given B with interest rate 14% per year over 62 years. فعليا لو انتقلنا إلى الجداول ورحنا بالتحديد على 14% الانترست ريت وشفنا عدد السنوات، خلينا ننتقل سوا. الجداول موجود بنفس هذا الملف، صفحة 581. بدنا 14% وعدد السنوات 62. هاي 14%، لو نزلنا بالجدول لتحت راح نلاحظ انه عدد السنوات المتوفر بهذا الجدول 60 و65، الرقم 62 غير موجود. بهيك حالة مثل ما شرحنا بدنا نعمل interpolation على الفاليوز اللي بتقابل ال 60 وال 65. الفاكتور المطلوب كان F given A أظن. عفوا F given B. Yes F given B. طيب لو طلعنا بهذا الجدول شوي للأعلى، F given B بتكون بهذا العمود. F given B راح تكون بهذا العمود. إذا راح أستخدم القيم O.004 و O.002. عندي هاي القيمتين، عندي عدد السنوات 60 و65، وكله بيشتغل على نفس الانترست ريت 14%. طيب خلينا نروح على المانيوال سوليوشن. نشوف كيف حالين هذا المثال. إذا أرجع أكتب هون المطلوب. المطلوب كان F given B factor
with 14% over 62 years. إذن خلينا نرجع نتذكر القانون الخاص بالانتربوليشن. عندي مجموعة من المتغيرات لازم أسميها وأحدد قيم إلها، ابتداء من X أو اللي ممكن نسميها هون X1، عفوا N. N بتساوي، خلينا أكتب small letter، N بتساوي 62. زي ما شفنا بالتابل، القيم الموجودة لعدد السنوات المتوفرة بالتابلز، رقم أقل من هذا الرقم كان 60، والرقم اللي أكبر منه كان 65. إذن نحن راح نعتمد على هاي القيمتين. الآن بالمقابل الفاكتور اللي بيقابل N 62 مجهول، والفاكتور اللي بيقابل، شكرا، والفاكتور اللي بيقابل عدد السنوات لما بيكون 60 سنة شفناه 0.004، والفاكتور اللي بيقابل عدد السنوات لما بيكون 65 سنة كان 0.002. إذن المعطيات كاملة معي. طيب القانون اللي تعلمناه هو عبارة عن X، خلينا نكتبه بدلالة N كون استخدمنا N، N minus N1 over N2 minus N1 هذا إيش المفروض يساوي؟ يساوي F minus F1 over F2 minus F1. وأيضا ذكرنا لما نعيد ترتيب هاي الحدود، لاحظوا أنا بدي الاف، الاف هي الوحيدة مجهولة، بدي أعيد ترتيب كل الأشياء اللي قدامي بحيث تكون F equals، بتصير F equals راح يكون عندي أصلاً على الجهة الثانية إيش؟ عندي N minus N1 over N2 minus N1. طب هذا أصلاً موجود، وإحنا لما عملنا العملية هاي راح ننقل تلقائياً F2 minus F1، أو نضرب الطرفين ب F2 minus F1، راح يكون عندي هون F2 minus F1 بالإضافة إلى ماذا؟ كان عندي ناقص F1 مع F، بتصير هون إيش؟ زائد F1. هيك إحنا بنكون أعدنا ترتيبها للمعادلة كاملة وللفاليوز كاملين. الآن نفس المعادلة هاي لو بدنا نعوض القيم اللي معي، ايش راح تكون قيمة F؟ نحكي F equals N قيمتها 62 ناقص N1 60 over N2 65 ناقص N1 60، هذا كله مضروب في F2 0.002 minus F1 0.004، كل ذلك مجموع له F1. F1 اللي هي 0. يا
يا ريت حدا على الكالكوليتر يحسب لنا هاي القيمة ايش ممكن تساوي. تمام، شكرا يا محمد. الجواب طلع معي هون كم؟ طبعا المستغرب انا انه الكتاب حال يبدو انه حال خطأ، لانه احنا شفنا مع بعض قبل شوي من الجدول ايش القيم اللي موجودة. طبعا المانيوال سوليوشن قد يكون فيه اخطاء، مش بالضرورة يكون اكيد 100%. الجواب تبين، بس صراحة أنا لا مش شاكك بالجواب، منطقي جدا. هلأ القيم كانت تريبل أو 2 وتريبل أو 4، المنطق أنه F اللي بدي أوجدها تكون إشي بينهم، فإذا كانت 3 وبعدها 2 منطقية جدا. أنا استخدمت B given F، ممكن والله، خليني أرجع أشوف إيش اللي استخدمناه. عارين بتحكي أخذنا العكس، كيف يعني أخذنا العكس؟ طب مبدئيا على المعطيات اللي موجودة لو بدنا نعمل linear interpolation الجواب لازم يكون 0.0032. آه ممتاز، أنت برضو يعني متأكد إنه إحنا برضو اخترناك خطأ. طيب خليني أرجع الجدول. 14%. صحيح، إحنا أخذنا العمود الثاني، لازم نختار من العمود الأول. العمود الأول فيه F given B، ولو نزلنا للأسفل شفنا عدد السنوات 60 و62. كان يفترض ناخذ الأرقام اللي موجودة معنا هون، 60 و65. هاي الأرقام هي عبارة عن بالنسبة للستين كانت 2.595.92، وبالنسبة ل هاي عند الستين، وبالنسبة إلى 65 هي عبارة عن 4.998. إذن هاي الأرقام اللي المفروض إحنا نعتمدها. اوكي مش مشكلة. بوينت 22 محمد سمور كاتب، بس مش فاهم ايش قصده فيها.
أها صح، ما انتبهتش لل 22. مش مشكلة، هو هون بيستخدم نفس القيم. الفكرة يعني الآن أنا مش راح أعيد السؤال بهاي المعطيات، لأنه يعني الفكرة أصبحت واضحة كيف نشتغل. أنا بس أخطأت لما حليته، بدل ما أخذ القيم من الجدول بي اف جيفن بي أخذت بي جيفن اف، فاختلف الحل كله. ففعليا جدلا إن هاي القيم صحيحة، اف المطلوبة ايش بيكون قانونها؟ يكون قانونها n minus n 1 over n 2 minus n 1. طبعا احنا لما اخذنا هاي الاشياء هذا القانون اخذناه بطريقة مختلفة شوي، يعني اظن انه احنا هون اخذنا equals f1 بعدين مجموع لها F2 minus F1 على هذا الشكل. أظن القانون اللي احنا اعتمدناه لو بدنا نعوض بهذا القانون بتكون F ايش بتساوي؟ F1 اللي هي 2 5 تسعة خمسة فاصلة تسعة اثنين زائد F2 minus F1 إيش بتمثل؟ أربعة تسعة تسعة ثمانية point 22 minus 2595.92. نرجع نضرب هذا الشيء كامل بماذا؟ n minus n1 بتكون 2 اللي هي 62 ناقص 60، فبتكون عبارة عن 2 على 65 ناقص 60 5. وبهيك بتكون f المطلوبة اللي هي f given b على 14 بالمية على عدد السنوات 62 بتكافئ. برضو بعيد وبكرر، لما نحكي interpolation بده يكون رقم between the two values الموجودة، يعني F1 و F2 موجودين، F يعني لازم تكون قيمة بينهم مش أي شيء تاني. وبهيك تبين إنها من الحساب طلعت 40 37.30. اللي عملناه هون راح نطبقه على المسألة الثانية. المسألة الثانية كانت طالبة مني فاكتور A given F 1% 45. 45 مش موجودة، استخدم ايش؟ استخدم الـ40 والـ48، برضه هي الفكرة فكرة عدد سنوات. إذا X بتكون اوكي. إذا بنفس الطريقة هون بنطبق. وبالنسبة للفورميولا لو بدنا نطبق على الفورميولا بدنا نعوض. فبالنسبة ل F given B الفورميولا هي عبارة عن 1 زائد I قوة N.
بس مش عارف ليش طالح منها واحد. واحد زائد اي قوة ان اف جيفن بي صحيح. بالنسبة للفورميلا الخاصة بالـ A given F القانون كان I على 1 زائد I قوة N ناقص 1 ناقص 1 هاي أشك فيها صراحة اللي موجودة بهذا القانون لأني لا أذكر هون بهذا الفاكتور في ناقص 1 اها عرين ومحمد بيحكوا لي انه الجواب انا ما انتبهت صراحة 3556.84 اوكي لحد ليش الكتاب مطلع بهي الطريقة I don't know. هي الطريقة الصحيحة والمعتمدة واللي لازم تعتمدوها اللي كتبناها هون احنا طبعا بعرفش ليش هي صارت هيك بس القانون يعني احنا بنعرفه كويس وهون عوضنا بالقانون وهون شو الفاكتور بيطلع معنا اذا هذا الجواب خطأ معناها الجواب اللي بيطلع من هاي المعادلات هو الجواب الصحيح F equals ما في ناقص واحد بالقانون ممتاز محمد سمور بتحكي لي الجواب صح أنا ما حسبتها عندي صراحة اعتمدت أنه أنتوا حسبتوها آدم كلامك سليم ما في ناقص واحد وما بنحطها بالقانون ولا بنستخدمها لما يحكي لي استخدم الفورميلا بستخدم الفورميلا exactly as it is محمد لو تكتب بالعربي لأنه أنت يبدو تكتب بالعربي واللغة عندك بالإنجليزي فمش واضح وجهة نظرك خليني أحاول أحسبها أنا من عندي على الكالكوليتر على كل الجواب الثاني اللي صح فهمت عليك طيب هلا لو حسبنا هاي الأرقام بالله 2 5 9 5.92 الجواب بيطلع 3556.84 كلامكم سليم هذا الجواب هو خاطئ وأف الصح هي عبارة عن 3556.84 شكرا لكم جميعا على متابعتكم أظن يا آدم هيك يعني السؤال هذا ما صفى فيه مشكلة بالفورميلا بدنا نطبق على الفورميلا الحقيقية والصحيحة بالإنتربوليشن بدنا نأخذ من الجدول قيمة أقل من القيمة المطلوبة اللي مش موجودة بالجدول وقيمة أعلى منها المطلوب فرع سي المطلوب فرع سي سبريد شيت واحنا ما غطينا السبريد شيت الاكسل شيت يعني اوكي تمام طبعا ممكن نحلها على قانون اساسي يا ليث انت بتسال بدنا بدون تقريب عشان نتاكد ان الجواب يكون اكيد 100 100 هذا اللي بنحصله وين اللي بنحصله من فرع بي فرع بي احنا بنطبق القانون لما بتطبق على القانون بيطلع الجواب دقيق معك 100% احنا هون مجرد ما نطبق على القانون يعني القانون الخاص بالاف جيفن بي اللي تعلمناه ايش هو
F given B factor with I and N. كيف احنا تعلمنا هذا الفاكتور بنحسبه؟ بكل بساطة هو عبارة عن 1 زائد I كله قوة N and that's it. يعني بالمسألة اللي بين ايدينا اللي كان فيها I 14% وعدد السنوات 62، عوض هون محل I ومحل N، بتصير الفاكتور المطلوب هو عبارة عن 1 زائد I 14%، هاي 14% قوة N، N هي 62. وهذا الكلام لو كتبناه على الكالكوليتر 1.14 to the power 62 بيكون exactly F equals 33.63.66. بالضبط نفس الجواب حتى اللي طالع مع المانيوال سوليوشن. إذا بتطبق على القانون بيطلع جواب أكيد ودقيق 100% من القانون، لكن بعض القوانين زي ما شفنا طويلة وبتعقد، فمرات بالامتحان الطالب بميل إنه بدي طريقة أسرع. أنا الطريقة الأسرع ممكن تكون الطريقة الأسرع الانتربوليشن، بس الانتربوليشن ضروري تكون فاهمها، لأنه ممكن يكون سؤالك بيسألك مباشرة عن الانتربوليشن، يعني باستخدام الانتربوليشن كيف بيكون الجواب. يعطيكم العافية بالجزء الأول، بنتابع الجزء الثاني مع بعض إن شاء الله بالسؤالين اللي ضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.